فاسلا هذا الكوا جب الجبدي أو صدر حكومة مع هذا هذا الدبدي يو هيان دبدي يم هاي هين دبدي من اللي بدكوا وحنا مثلا رنتي هذا الكينتي قيمة هي معنا على هيد با ولا يري سالجا ورقبو باهيد بيو رنتي ما دماتو ده يعني هو سوال السؤال لأن رنتي أوليس كسوة كتيرة ولي بجارهان قيبت هيد كحكتا أرنو ومرا وبنيد وهل كان أبوه هيد ساكا ورقبتان علشان بقول عليه علران بقول عليه علنا حبوب يدحين علنا نوى أبو خلة المحن كنا بقول على نوى أكتر كوي له أنت عبدك مرجع الله سبحانه وكوي دلبا يلين ترى سيد بس علان أنت بيو دوريان لكن وحما أنت فرحان يا أنت شرف الله إن تدوا سنة دوري مدحون مصبح عبدي وحلك هاي أنت باهيد بيها سلاح الآن نورها ورها قبتري تاسار أنت مرق مدارة أو أنت تاسنا تهاي واجبات يمسؤوليت بيوضة صارن يمدحوينها إن ديان كستو سمال لانا باهيدا قبط لغا قبطرو سلاح لينا هنتي يولي بدارا تاي تاي ميل مدحولو كسو تشيدو كفانا مينا ما انتا ميلاها وحلقا قبطي يبيها لغا حدقي يهنتي مشاريع دا كلها هرو مرينات إن لغا قبطي ديان كا ودمدو حقو لها ديان كو ديان كنا وحلقا رماور هنتي وحكستو وحقبا دا إن يسود ويان قعماها قبص قعماها مارتي قبصدان محان كورا هاي اي مارتي كو مهضنا قان سيدي وحك دوران وحك لا يحق وهاينا لو كانوا وعلى ميزان هاي كل ديانك والله سكيمنا انت والله سكيور دي لكن انا لو انت انا منصب كي حلك هاينو حكومة مدحوين المصبي عبد هوجامين يا ايرنتي شقاده وضو انا وهلك واحد مره والله من دونا هرمر مالي مالك كدم ليس سأل مالي انت انا مراد كلاين هاي دورشه قادو مو ولا روح ليمي ولا صبح ولا يماطه هاك قولوين كلا وديانك كسو تشيدا اسلحه فديني يقول قبيلة ذي كير دوران أي مرة بس هو يريد يان تكلي هي أنا تهاي إنه يلا هذان إسقير بين الله هاي غير كنا حلا مو قلا وح كلا وانت نفس السن أردت كوا إسقير هرا أنا أقول لك سويت شو أنا مركورة السما الله مركل ما أدري بس كيس دويني أجن تا كيس دوي بشرتي إنه واحد كل حساب تبع إنه واحد ويان هو مركا بلغات كم الدولة ده إحنا كل حساب تبع إنه محاب بيا كبل غادن محاب برشلة كبل غادن محاب عفات كبل غادن ما أنت واحد نفر هذا إنه ينص على حسن محمد على جافادي ورنتي وسيروا يروح عفاتك هلك الحوجال كها كان بيجي مرك كتير هلك صامرة ولي رجع سلاح لسحنة كم دها هذي كده بتوهية ما أنت نسلاح لرنتي ولا شارع أدي هذا قيمة بدن أدبنا حسن لو قم هذا قينا كنا نقول هرمر كسر وضنا تبي على الدرع بدحوي المسبح عبدي وحك لا يقانا وكل أوجي هاي غير كإذا قلي هم رونيس لا يحس بيجا وضنا لنا حس بيجا وضنا لنا وحس بمعاربة عدو البلاء محاكو رسول الله أنا كنت شتوكا كوبا لكن ديان كان يو غيرها يو قبيلة ده ووكرا الصوعان تيساقا هلقا حس بيقا ودنا يساقا خلطان تايوه قورو بو عاركتان ديان كان مدحوينة يساو دلينا يعني قورو بو وحي كشيقا يعني واركيان ركوا كمي ديان يقانان ولاينا ودامك لكمي ديهين لكن مدحوينة يو حكومة ديسا يو حس بيقيسا ووكرا الصوعان تاي تاس واحي واجبين يسا إن محاكو رهضا يو هرمركا midu meel waliba waxa ay u baahan tahay laga qabto taasi ay misan tahay oo dadku u simay yihiin waxay diyaar u tahay in lagu xisaabtamo wixii dadka ay balan qaaday qoladkii halkan banki iyo manifestki ay qortay ee ka koobnay todobaad tir wixii ay ka qabtay in lagu xisaabtamo diyaar u tahay wixii ay ka gaabisay saacum sheegay runtii waka sheegay yiri haylo waa naga walla hagrashna waa naga martay haylo waa naga inta hagrashna waa rab waa dabo wixii miisaaniyadiina saamaxday ilaa loo qabtay diyaar baan u leeyahay gaarsiino oo roo mar walba u qabano waxa ku ururinaya runtii waxa ay la duceynayaa runtii hay'adan daragtay ayd maxamed aadan askar waa nin iyo sheekha deegaanka ka soo jeeda inkastoo maanta sheeguba markii ugu horeysay halkan wax ka qabta mala markii hore biya wax kale ka qabon jiray in badan baa la xamaynayo waxa meel kale u geeyay laakiin maanta wax farxad leh uga mahadnaqay runtii siyaasad ba jirtaa ku wada shaqeeyaan hay'adaha caalamiga iyo wasaaradaha dawladda way ugu horeysay wasaaradda biyo runtii salaam aan u gaaminayaa siyaasadda soo xadheysa maadaama aanay miisaaniyadeen ku filayn inay mararka qaar ka qabtirto baahiyo badan waxa jira dad badan oo muxsiniya oo arrimaha bulshada wax ka qabta caafimaadka ka mid tahay waxbarashada ka mid tahay biyaha ka mid tahay meelo badan ku jiraan siyaasadda ku shaqeeya wax weeyaan marka mashruuc yimaado ama proposal ku yimaado wasaaradda marka qaabilsan salaanta maanta biyo uu joogno kale iyada siyaasadda go'aaminta leh iyada siyaasadda kor joogteynta leh iyada hay'adda inta halka iska timaado oo wax iska qabqabato iskama tagi karto oo ma oran karto annaga fulinina siyaasadda hirgelinta iyo fulinta wasaaradda iskale kulka wasaaradda biyaha
waxaan hore iyo imika uga mahadnaqayna runtii inay u ogolaadaan hay'adaha marka ay proposal ku geeyaan inay la qabtaan milka Soomaaliland kamid uu uga gaaray salaax leena ay la xariis la ku eegaan salaamanta dadada sanad saarada jirtay shan sano joogay wax badan uu ka qabtay laakiin waxaan doonayaa inaan qisay yar soo qaato waayo maxaan ku raayay biyaha lagu baxsaday qolbuulale taas la xalay taa dhimirayaal socota taa maanta aanu joogno kuwa kale runtii uu hadlay gudoomiye Cabdi Axiisna aad iyo aad baan riyada runtii u ayidina meel kasta u baahan biyo runtii la gaarsiiyo inta aad iyo aad buu guuntay yahay laakiin waxaan doonayaa in ku deynta qabto waa la sheegay markii assessment ka yimi runtii ayaa maxamed aan askar baan noo yimi anigii Cumar Sayido wuxuu warniyo anigii saaradii biyo wax la soo yarkala dhex galayo show sidiiba siyaasadii wax ka yar qaldameen wasiirkii markaa joogay Cali Xasan Maxamed ba hawshi gaadheeyo deedna xoogay anigii waxaan u tagnayo arintii ee sheekho arintii baan kala hadalno Cali waxa laga mahadnaqayna runtii in dee markii aan u tagay culays badan runtii Maxamed uu saaray oo nin weyn oo magaalada in badan dee joogay dad badan farabadan ka xiran laga Cali waxa laga mahadnaqayna runtii markaan u tagnay inuu sidii ay hay'addu waday iyo prosesskii runtii uu nala waday salaamana waxa laga mahadnaqayna runtii inuu hirgeliyay oo u fuliyay oo deegaanka runtii saaxiib loo sheegay abaalbada ku leeyahay waxa ku ururinayaa aad iyo aad oo mahadsantiin ilaahay waxaan ka baraynaa biyaha biyo lagu manafacsado ee maxaan ku raadayay een lagu dhaqmo ee lagu dhargay ilaahay ka dhigo qodobada beerta leh runtii oo culimadii wadanka ilaahay igana barakeeyo ilaahay ciil khayr qaba ka siiyo een biyo sala sheegayna dawa mar hadii dan guud la gelin oo waqfi ciidma kala laha waa laga cabayaa een waxa ku ururinayaa oo kaga baxayaa oo baa deegaanka islaaxleena dhawaan isbeddel baa ka dhacay iyagana loo duciyo hala garab istaago hala la shaqeeyo iyagana wax laga rabaa dadkii cadaalad iyo sinaan iyo midnimo kula shaqeeyaan waxa ku ururaya kaga baxaya xisaabtan way imanaya anagu halka waxaan la iman doonaa wixii aan ka qabannay qodobka kale wixii aan idin keentay la iman doontaa demokraatigu waa idinka idinka la idinka rabaa inaad deegaanka aan ka falcelisaan aad iyo aad oo maasintii salaam calaykum wa raxmatullaah